أهلا بكم. الدين الخارجي يصل لأعلى معدلاته على الإطلاق مسجلاً 79 مليار دولار في الوقت الذي تعتبره الحكومة في حدوده الآمنة، وبينما وصلت أيضاً نسب التضخم إلى نسب غير مسبوقة، اعتمدت مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة على الاقتراض الخارجي بنسبة كبيرة في زيادة احتياطي النقد الأجنبي، فيما تبحث الحكومة المصرية على مصادر تمويل وسداد تلك الديون، لجأت إلى زيادة أسعار بعض الخدمات وفرض ضرائب جديدة على خدمات أخرى. في حلقة هذا الأسبوع من كلام مصري نبحث طبيعة دلالات البيانات الأخيرة التي أعلنها البنك المركزي المصري وخطط الحكومة للعمل على تعافي الاقتصاد المصري. في النصف الثاني من حلقتنا لهذا الأسبوع أجرينا حواراً مع الوزير أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول نتائج التعداد السكاني الأخير والذي أعلنت نتائجه بداية هذا الأسبوع، وأخيراً 25 يوم لعلاء مبادرة إلكترونية جديدة لدعم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذي يقضي عقوبة السجن في عدة قضايا تتعلق بالتظاهر وإهانة القضاء. لكن قبل أن نبدأ هذه الحلقة نتابع التقرير التالي لأهم أحداث الأسبوع غير المرتبطة بموضوعات نقاشاتنا. الخارجية المصرية تنفي ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية حول علاقة مصر بسفينة محملة بصواريخ مضادة للدبابات قادمة من كوريا الشمالية وترفع علم كمبوديا، وكانت تعتزم المرور عبر قناة السويس قبل أن تعترضها السلطات المصرية وتدمر تلك الأسلحة بإشراف مراقبين من مجلس الأمن. الأجهزة الأمنية تلقي القبض على 7 نوبيين خلال تجمعهم أمام محكمة أسوان احتجاجاً على تجديد حبس 25 ناشطاً نوبياً 15 يوماً في قضية مسيرة الدفوف التي كانت تطالب بحق العودة إلى مناطقهم الأصلية والتي تم إجلاءهم منها. إحالة 6 متهمين في حادث تصادم قطارين بمنطقة خرشد بالإسكندرية في 11 من أغسطس الماضي والذي راح ضحيته 44 شخصاً إلى المحاكمة الجنائية العاجلة. الداخلية تعلن مقتل 3 عناصر من تنظيم حسم المسلح في مدينة 15 من مايو بالقرب من القاهرة في منطقة مقابر تحت الإنشاء، وقوات الأمن تعثر معهم على أسلحة آلية وذخائر حسبما أعلنت وزارة الداخلية. منظمات حقوقية تدين الحملة الأمنية ضد من وصفتهم بمثلي الجنس والتي أسفرت بحسب تقارير حقوقية عن إلقاء القبض على 57 شخصا على الأقل على خلفية واقعة التلويح بعلم دعم المثلية الجنسية خلال حفل جنائي بأحد المراكز التجارية بالقاهرة قبل أسبوعين. قالت مصادر في الحكومة المصرية إنها تبحث عن مصادر لتمويل الديون الخارجية والتي سجلت بحسب بيانات البنك المركزي 79 مليار دولار في يونيو الماضي، الأمر الذي ربطه مراقبون باتجاه الحكومة المصرية نحو زيادة أسعار بعض السلع والخدمات في الوقت الذي وصل فيه معدل التضخم إلى معدلات غير مسبوقة. نتابع التقرير التالي. الدين الخارجي في الحدود الآمنة وفقا للمعايير العالمية، هذا ما اعتبره البنك المركزي المصري في تقريره الذي نشر على موقعه الإلكتروني على الرغم من إعلانه أنه ارتفع بواقع 41.16% ليصل إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع السنة التي سبقتها، ليزيد الدين الخارجي بنحو 23 مليار و200 مليون دولار. هذا أيضا ما أعلنته الحكومة المصرية. الدين المصري في فكرة الحدود الأمنة، مش فكرة بس الحدود الأمنة، الدين الخارجي طبعا بالنسبة لي حدود أمنة. البنك المركزي أشار إلى أن هذه الزيادة في الدين الخارجي تمول بنسبة كبيرة من مصادر تكلفتها منخفضة وعلى فترات سداد طويلة الأجل، إذ ارتفعت قروض المؤسسات الدولية والإقليمية بمقدار 7 مليارات و700 مليون دولار والسندات بمقدار 5 مليارات و500 مليون دولار. مصر كانت اتفقت نوفمبر من العام الماضي على برنامج قرض من صندوق النقد الدولي مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار بدعم يشكل نحو 25% من إنفاق الدولة فيه. كما تم الاتفاق 2015 على قرض من البنك الإفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات، فضلا عن القروض الخليجية التي توجه في جانب كبير منها نحو احتياط النقد الأجنبي.
ليصل التضخم في مصر بفضل هذه الإجراءات لأعلى مستوى له، خاصة بعد رفع أسعار الوقود بموجب اتفاق الصندوق وانخفاض قيمة الجنيه إلى النصف تقريبا منذ تحرير سعر الصرف العام الماضي. الدين الخارجي وارتفاعه يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد المصري الذي يعاني بسبب خروج بعض الاستثمارات الأجنبية وتراجع عائدات السياحة وقناة السويس خلال الفترة الماضية، فضلا عن انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج. إلا أن الحكومة المصرية ما زالت تحاول إخراج الاقتصاد المصري من غرفة الإنعاش بتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي شمل عددا من الإجراءات المؤلمة، كان منها رفع سعر بعض السلع والخدمات وفرض ضريبة القيمة المضافة، مما أثر على كثير من المصريين بسبب ارتفاع التكاليف في بلد يعتمد على الواردات. محمد عبد العالي، برنامج كلام مصري، الحرة. أهلا بكم من جديد مشاهدي. نبدأ في نقاش موضوعنا الرئيس في حلقة النهاردة. معنا هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي، أهلا بك منورنا. أهلا بك. كمان معنا أستاذ إيهاب سمرة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، أهلا بك منورنا يا فندم. أستاذ عبد الخالق، أبدأ معاك، هل الفكرة في ارتفاع الاحتياطي النقدي في الرقم ولا في الهيكل الذي يعتمد عليه في ارتفاع الاحتياطي النقدي؟ لا، هي دائما وأبدا مطلوب احتياطي نقدي يلبي احتياجات استيراد لمدة من 3 إلى 6 شهور لو انقطع بصورة كاملة إيراداتنا من النقد الأجنبي، لكنه ده مش متحقق. يعني احنا في تدفقات من نقدية بتيجي من مصادر مختلفة، صحيح بعضها تأثر زي السياحة زي البترول، تحويلات الخارج، تحويلات ما زالت عند حجم معقول، ودخل قناة السويس طبعا تأثر بسبب تسديدات تكاليف تفريعة قناة السويس الأخيرة. لكن الأهم هو واحد، هذا الاحتياطي هل نمتلكه ولا جزء كبير منه عبارة عن قروض أو ودائع لدى البنك المركزي لصالح دول شقيقة زي الإمارات دول أو السعودية أو غيره. دي مسألة مهمة. يعني حضرتك بتقول إنه الاحتياطي ده مش مستقر مثلا، أو احتياطي الاحتياطي ده جزء كبير منه ليس ملكا صافيا للبنك المركزي المصري والحكومة المصرية. جزء منه على الأقل من 10 إلى 12 مليار دولار ودائع يدفع عنها فوائد لصالح الدول صاحبة هذه الودائع من دول الخليج، وبالتالي ليس مؤشر ذي بال لنجاح مهم في السياسات مقابل تزايد غير مسبوق في حجم القروض والاقتراض سواء من الداخل او من الخارج. اتفضل، حضرتك عايز ترد على طول؟ اتفضل. نفس السؤال. اتفضل. حضرتك اقول اولا بتدون طبعا كلام الدكتوره خلي يعني كلام، هل الاحتياطي مستقر؟ هل مستقر من حيث مستقر؟ مستقر ليه بقى؟ أنا هتكلم مش عن القروض بس، خلينا نتكلم عن مصادر التمويل كلها. مصادر التمويل قبل 2011 كانت قروض، وكانت أيضا حصيلة الخصخصة بيع الأصول. ما هو مصادر التمويل في الموازنة في أي ميزانية زيادة خصوم يعني قروض، أو نقص أصول يعني بيع أصول اللي هي كان بيبيع في البيت عشان ناكل ونشرب ونحرق بنزين. النهاردة الوضع في مصادر تمويل مصر هي عبارة عن قروض وسندات، ودي حقيقة. النقطة فيها التينر ماتشنج أو أجال هذه السندات. يعني أنا لازم نعترف بحاجة، في لحظة بداية الاقتراض 2013 مع بعد اكتتاب قناة السويس احنا كنا بناخد حاجات 6 شهور فقط وبفايدة تقريبا ضعف الفايدة العالمية. لما التزمت في السداد بدأت النهاردة، يعني مثلا أنا عندي زيادة النهاردة آخر زيادة تعادل حوالي 22 مليار منهم 12 مليار منهم عفوا، متقسمين ازاي؟ 7.7 مؤسسات تمويل، دي قروض فوق الخمس سنين. 5.5 سندات، ودي 5 سنين فما أكثر. 5.3 ديون قصيرة الأجل. دي حقيقة، أنا خاف من قصير الأجل ده، بكرة يجي يقول لي هات الفلوس. طب والنقطة اللي تحدث فيها أستاذ اللي هي مش ملكي، دي حقيقة إن هي إنه ليست ملك للدولة المصرية. طبعا أنا لازم. فما أهمية إنه احتياطي لا أمتلكه؟ أهميته إن الدولار كان ب 18.90 جنيه، النهاردة بقى ب 17.60 جنيه. إزاي؟ وخلينا أقول لك برضو جزء عكسي فيها. طب لو كانت الفلوس الهوت ماني دي، لما نتخيلها هوت ماني، دخلت مصر والبنك المركزي ما اشتريهاش، كان هيحصل ايه؟ كان الدولار هينهار ينزل بسرعه قوي، كان ينزل السوق فينزل يبقى
فنغرق تاني في دائرة السفه الاستيرادي اللي كنا فيه، وتبوظ عقود التصدير والسياحة التي تعود حثيثا، يعني ما رجعتش لسه، التصدير بدأ شوية، السياحة بدأ شوية، ما رجعتش نفس المستوى لا طبعا. فكان لابد من شراء هذه الأموال الدولارية، وطبعا هي مش دولار بس، هي SDR حقوق سحب خاصة بنسبها. احنا واخدين يوان مثلا مؤخرا، يوان صيني، وبرقم كبير حوالي 11% من الرقم ده، من 36 مليار. فالاحتياطي لا له أهمية، خلاف طبعا الأهمية اللي وضحها دكتور عبد الخالق لها أهمية تانية، إن غطاء العملة المصرية، غطاء العملة المصرية إذا لم يزد قيمة العملة تنهار، لكنه بيزيد، وبالتالي وده العمل اللي احنا شايفينه على طول قدامنا من 18.90 إلى 17.6. كلمة واحدة بخصوص تكلفة هذا التمويل، تكلفة هذا الاقتراض. الاقتراض بالعملة الأجنبية بيحسب بطريقتين، ده في الاربيتراجينج، ده الطبيعي خالص إن أنا أشوف طبعا سعر الفايدة الريت أجريمنت، وكمان قيمة العملة. أنا استلفت الدولار يعادل 18.90 جنيه ب8%، النهاردة أنا بسدده ب17.60 جنيه، يعني أنا كسبت بالفعل 6%. حضرتك بتقول إن إحنا كسبانين من الديون اللي علينا؟ كتجارة أموال لو اعتبرنا البنك المركزي يمارس دوره في تجارة الأموال هو كسبان. طيب طريق حضرتك، هل إحنا، هل مصر هي الرابحة من الديون اللي عليها؟ أستاذ إيهاب بيتكلم إنه هي مصر هي الكسبانة من الديون اللي عليها. ما بتتحسبش بالشكل ده، لأنه في النهاية انت اقترضت بعمله اجنبيه بتسدد بعمله اجنبيه بصرف النظر عن صحيح. انا بسدد بعمله اجنبيه قيمتها ايه بقى وانا بسدد بصرف، لانك انت في النهايه لازم من ايراداتك الدولاريه او من العملات الاجنبيه هتسدد منها، مش من الانتاج المحلي اللي بالجنيه المصري. يعني الجنيه كان الدولار بيساوي 18 او 19 جنيه للدولار، بقى ب 17.95 مثلا. تحديدا في النقطه دي فرق السعر، في راي بيقول هنا انه الدولار يعني قيمته بقت ثابته نسبيا لانه ما فيش طلب عليه من قبل المستوردين، لانه في مش كل الاشياء متاحه. يعني في راي كمان بيتقال انه الدنيا مش مفتوحه قوي بالبلدي، فسعره الاصلي لسه مش عارفينه. بالظبط، هو سعره الاصلي لسه مش عارفينه لسبب، لانه في الى جانب ما قامت به السلطات النقديه في العام الماضي من النزول بعصا موسى لشراء كميات من 6 ل 7 ل 8 مليار دولار باعلى سعر، وهي اللي طرحت اعلى سعر وقتها، واكتر من 20 جنيه وقتها. حازم ده توازى مع ده مجموعه من الاجراءات التقييديه فيما يتعلق بالواردات، لانه صحيح. في النهايه في فجوه متعلقه بالميزان التجاري، في فرق كان يصل الى حوالي 50 مليار دولار ما بين وارداتنا وما بين صادراتنا. صادراتنا كانت لم تتجاوز 30 مليار دولار، بينما كانت وارداتنا الحقيقية قاربت على 80 مليار دولار. جرى عمليات تضييق على هذه الواردات، وده كان مطلوب كنا بنطالب به منذ فترة، ده اللي قيد إلى حد ما الطلب المتزايد على الدولار وعلى العملة الأجنبية. في مقابل الصناعات الداخلية لم تزدهر، في مقابل في مصانع أيوة كتير اتقفلت. أيوة بالظبط. أيوة. ولذلك ده ما حلش المشكلة. ولذلك ده ما حلش المشكلة. زيادة الاحتياط النقدي مش معناه إنه بقى كل طلبات المستوردين، حتى لو كانت طلبات ملحة ومتعلقة بمستلزمات تشغيل صناعي أو حاجة زي كده، أصبحت ملباة ومتحققة. هطلع فاصل وارجع لك مشاهدينا. فاصل قصير. طب هطلع فاصل وارجع لك براحتك مشاهدينا. فاصل قصير نرجع لكم مرة تانية. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، وهذا النقاش عن الوضع الاقتصادي في مصر. وحضرتك كنت عايز تعلق قبل الفاصل، ليك كل المجال. باحترام الشديد لكلام الدكتور عبد الخالق، في نقطه مهمه هي ميزان التجاره اللي بدا يعتدل بعد القيود الواردات، واحنا متفقين من ده لانه كنا في حاله سفه استيرادي، سفه بمعنى السفه الاستيرادي خلاف الفساد في التهريب. وارداتنا كان 80 مليار ده الرسمي، لو حسبنا بالتهريب هذه بتطلع اكتر من كده. النهارده بدات تسد المنافذ وتضع قيود استيراديه، وده واجب عشان المصانع تشتغل، فابتدت فجوه ميزان التجاره تقل. شهر مايو قلت 48% عن شهر مايو 2016، مايو 2017 قلت 50%، قلت النص تقريبا. الصادرات بتزيد حثيثا وده لازم نقوله، لكن مش بشكل كافي.
والسياحة بتشترد لكن برضو مش بالشكل الكافي. الواردات اتقيدت وده مهم، وإن كان لابد أن نرى، وأنا بتكلم بصفتي واحد في السوق، لابد من إحكام الرقابة على التهريب، لابد من ذلك. في تهريب بيحصل مازال، ده جزء من الفساد اللي بدأت تحرب، لكن حتى الآن هتستمر شوي، لازم هتستمر شوي. النقطة في مسألة استقرار الاحتياطي أو عدم استقراره، طبيعته إنه احتياطي بيزيد ويقل، ده الطبيعي، وحتى الآن واخد ترند زيادة، يعني كل شوية بيزيد. طب هل بيزيد ويقل؟ طب هل متوقع إنه الارتفاع ده هيستمر آخر شهرين من السنة دي؟ مصر مطالبة بما يعادل 8.1 مليار دولار. 8.1 مليار دول أنا اللي فهمته إنهم محتجزين بالفعل، وهيتسددوا مش من الاحتياطي، دول هيتسددوا من موارد مدود الاستثمار القومي حسب ما فهمت، ان عنده المبلغ ده الاستثمار القومي، بنك الاستثمار القومي عنده المبلغ حسب ما فهمت، مديون يا فندم، حسب ما فهمت مديون باموال التامينات، ما هو كل لا. مديون وكل داين، التاج اللي في السوق داين لا ومديون. مش متاح لدى بنك الاستثمار هيتاخد جزء منهم، لكن في النهايه هو ما يتاخد. يبقى رجعنا بالاحتياطي الى 30 مليار، وده رقم اهم بكتير، اكبر بكتير، ضعف، اكتر من ضعف اللي بدانا بيه 2012. ما يتاخد المشكله. طيب بالاضافه ثانيه واحده بس، بالاضافه لانك ما انت طرح سندات فوارد ان انا اسدد واخد تاني، وده طبيعي اي حد في سوق النقد العالمي عليه ولي، يعني وارد ال 8 مليار دول قبل استحقهم اطرح الاقي معايا 3 مليار بس، عاوز 5 اطرح سندات بالخمس، ايه المشكله؟ اتفضل سؤال. لا الحقيقه يعني يعني طبعا مع كامل احترام الكلام اللي بيطرحه طبيعي ان احنا نختلف، يعني لا 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 طبيعي ان احنا نختلف. هو منطلق من تجربه رجل اعمال، فخبرته في المجال خبره عمليه في فيما يتطلبه. هو راجل في السوق. انا راجل بنوك قبلها على فكره، اشتغل في البنوك يعني. جميل. بس في جزء تاني خاص بالاقتصاد الكلي له مقتضياته وفي طريقه تانية في ادارته. يعني الكلام حوالين ان احنا في الفتره القادمه استسهال فكره ان احنا هنطرح سندات، وفعلا هم خدوا قرار الاربع قبل الماضي باصدار الاعداد لاصدار سندات جديده في حدود ما بين 4 ل 7 مليار دولار، وده على فكره كان سبب من ضمن اسباب توقيعهم على صندوق النقد الدولي، مش 12 مليار دولار اللي هم على مدار 3 سنين. هم كانوا عايزين ياخدوا شهاده حسن السير والسلوك علشان ينزلوا بقلب جامد يقترضوا من السوق الدوليه بكميات كبيره وباسعار فايده كبيره، 8 و8.5%، ده رقم كبير جدا المتوسط العام بفرق سعر العمله. انا كسبان مش خسران. لا 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 انا لا مش صحيح، مش محسوب ازاي معادله الاربيتراج في اي عمر. انت هتسدده في النهايه بالنقد الاجنبي، صحيح، ما هو النقد الاجنبي قيمته بالمصري كام دلوقتي؟ لا انا مش بحسب كده، انا بحسب ازاي انت اخترت مليار دولار كويس النهارده ب 8%، يعني معناها هتسدده مليار و80 الف و80 مليار و80 مليون جنيه وهكذا. اذا في عبء، فهم فكره استسهال. لا في عبء، في استسهال فكره مزيد الاقتراض معالجته بمزيد من الاقتراض وتسديد الدين بمزيد من المتوقع اذا ما تم السير في هذا الاتجاه. يعني لا احنا واصلين، احنا الان بنتحدث عن حوالي متوسط دين على كل مصر بما فيها الاطفال الرضع 55 الف جنيه، وده معدل كبير جدا. لو اضفنا الدين ده نصيب الفرد من الدين، من الدين اضفنا الدين، احنا الرئيس عبد الفتاح السيسي استلم الحكم في يونيو 2000 او يوليو 2014 كان الدين الخارجي 46 مليار دولار. احنا النهارده بنتكلم بعد 3 سنين من حكمه 79 مليار ولسه الحبل على الجرار. يعني احنا متوقع انه خلال 6 شهور الجايين نصل الى 85 مليار دولار. دي فوائد الدين بالاضافه للفوائد. الدين الداخلي كان 1.8 تريليون جنيه، النهارده بنتكلم عن 3.5 تريليون جنيه. العبء ده وفقا لاتفاقيه ماستريخت بين الدول الاتحاد الاوروبي كانوا حددوا متوسط لا يزيد الدين العام لاي دوله في الدول الاتحاد الاوروبي عن 65% من الناتج المحلي الاجمالي، النهارده احنا بنتكلم عن 123% من الناتج. 123 احسبها بس، لا مش احسبها الرقم يا فندم، احسبها بس احسب جنب احساب الناتج المحلي الاجمالي يصل الى 123%. احنا لا في 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 مجال للخطر ومفيش افق، لانه كمان القروض دي راحه لمشروعات انتاجيه تجيب عائد، هي راحه لبنيه اساسيه
صحيح. راحة لمشروعات فتحة على البحري دون نمط للأولويات ودون دراسات جدوى زي العاصمة الإدارية أو غيرها من المشروعات، تجدي لا في نمط للإنفاق غير تنموي. طيب أحب أسمع، خليني أقول الدين الخارجي لا ما يخوفنيش خالص، بالعكس أنا لما قارن البير كابيتا اللي هو زي ما الدكتور ما تفضل وقال 55,000، يعني مش هراجع الرقم، هو 55,000 جنيه على كل مواطن مصري. طب المواطن التركي عليه كام؟ عليه حوالي 4 أضعاف هذا الرقم. هل احنا الاقتصاد اقتصادنا المصري يقارن بالاقتصاد التركي؟ ليه؟ اتفضل. ليه بقى؟ اتفضل. ليه؟ ده السؤال. البنية الأساسية التركية ومن ثم الناتج المحلي التركي. نتسلمنا مصر، رئيس عبد الفتاح السيسي تسلم مصر في بنية أساسية، احنا كانت الكهرباء بتقطع 6 ساعات كل يوم. مين ده اللي هيفتح مصر؟ ده المصانع كانت بتقع بسبب قطع الكهرباء، بالتالي كان لازم 4 محطات كهرباء، كان لازم شبكة طرق لأن الطرق متهالكة. عاصمة إدارية جديدة، خلينا أسأل حضرتك سؤال، احنا محتاجين عاصمة جديدة خلاص القاهرة يعني خلاص محتاجين القاهرة. طيب تكلفة إعادة تنظيم القاهرة ازاي؟ انا بصيت في دراسة مرة لشارع الأزهر، شارع الأزهر توسعته بس تدفع تعويضات تقريبا نص تكلفة العاصمة الإدارية، فبالتالي عاصمة إدارية جديدة ده حتمي، رؤيتي حتمي، بنية أساسية دحتني عشان تجيب استثمارات. وتقول بقى أنا ما خافش من الدين، لكن أخاف من استخدام بس الدين. الاستثمارات فند محتاجة بالأساس قانون استثمار قبل البنية. لحظة يعني بس يعني عشان بس ما تخدمينيش قانون الاستثمار وقانون عمل والاتنين اتعمل ولم يفعلوا، ودي من العيوب. أنا ما بقولش المشاكل اتحلت، لا احنا عندنا كوارث. لا ده عاوزين حاجة تانية بقى، عفوا يعني، وقد يختلف معي الدكتور عبد الخالق ما عرفش ولا ده، محتاجين تغيير في المذهب الاقتصادي، دور الدولة ودور السوق. ما حدش يقول لي إن القطاع الخاص يقود التنمية، عفوا اكبر استثمار قطاع خاص في مصر في 3 سنين اللي فاتوا بتاع المول بتاع البطريق ده اللي بيتزحلق على الترك، لا شفت صناعه ولا شفت غيره. فين قطاع الاعمال العامل اللي يقتحم يعيد توزيع ديموغرافي؟ وانا قطاع خاص هدخل وراه. حضرتك تعالي قولي لي افتح مصنع في المانيا بيعملوا منطقه صناعيه جديده، اما اكتشف النسبه اميه 44% في المحافظه دي، انا محتاج اسطوات، محتاج ناس تستوعب ما سعلمه لهم، وهجيب اجنبي يشتغل، افتح ازاي؟ لكن لو القطاع العام فتح زي ما الانتاج الحربي عمل جنبه المعهد الفني قبل المصنع، المعهد الفني يعني المعهد الفني يتعمل الاول وبقى المصنع، لما يكمل المصنع يكون اول دفعه طلعت بتستلم اسطوات تعليم فني مهاره، مجتمع المهاره. خليني اقول يعني اول حاجه، انا مره قابلت الدكتور احمد درويش اللي هو ايام ما كان رئيس هيئه قناه السويس، قلت له يا دكتور المصانع الكبيره اللي بتفتح حضرتك في يدك التراخيص، حط شرط ترخيص للمصنع الكبير، شرط تويوتا مثلا تفتح مصنع اشترط عليهم قبل طوبه ما تتحط في المصنع اعمل لي معهد فني يعلم ولادي. طيب. ما انت ما تشغلش ولادي يعملوا لك شاي وقهوه، شغلهم صنع. كل البنيه الاساسيه دي لازم احتاجها وما عنديش فلوس، لازم اقترض. انا عايز اقول انه انا بس اثني على كلام الاستاذ ايهاب فيما يتعلق بتقسيم الادوار التنمويه ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. ده اول مره اسمع رجل اعمال بيقول لازم قائد التنمية بقطاع العام. حضرتك مش موافق على وجهة النظر دي؟ لا انا موافق عليها بالعكس. ده هي مشكلة مصر ان ترك الحبل لما يسمى اقتصاد السوق وآليات العرض والطلب والقطاع الخاص هو قائد للتنمية من 75 واحنا جايين، وبالتالي الدولة انتقل دورها من دور تنموي باعتبارها كتاجر مرجح او منتج مرجح الى انها تبقى مشاهد واحيانا تبقى متواطئه مع كبار رجال المال والاعمال في تقسيم للادوار. غير لا معلش هكمل بس هكمل الحته. ما تقولش رجال اعمال، قول رجال مال. رجال اعمال لا انا بتكلم بفرق ما بين رجال الاستثمار زي طلع حرب وهكذا، ايوه، وما بين رجال المال والاعمال. رجال المال والاعمال دي كل ما هب وده بتبقى راجل تاني. لا انا اتفضل كمل فكرتك. فبقول انه لانه غاب دور الدوله، وبالتالي جزء كبير من اللي احنا بنتكلم عنه القروض والاستثمارات اللي بتتم بشكل ضخم في مشروعات كثير منها غير ذات جدوى اقتصاديه، سواء كان طرق، لان احنا من 75 ل 2011 بنينا 25,000 كيلو طرق، الناس مش واخده بالها. صرفنا على البنيه الاساسيه اللي هي طرق ومستشفيات ومدارس ومحطات صرف ومحطات كهرباء والى اخره، صرفنا 840 مليار جنيه، بنيه ضخمه جدا بصرف النظر عن كفائتها، يعني يجيبوا محطات. طب ايه السبب انه 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 المواطن اللي يعني العادي يعني اي حد فينا بيسافر بره بيرجع ما بيحسش يعني بكفاءه، يعني في فرق في الخدمات المقدمه لينا؟ اولا لانه كان في علاقات فساد
وعلاقات زنا محارم أو زواج محارم ما بين رجال المال والأعمال ورجال الحكم والإدارة، وبالتالي كانت جزء كبير من كفاءة هذه البنية الأساسية أقل من المستوى المطلوب. يعني جيبوا محطات كهرباء مثلا أقل من المستوى. طب هل حضرتك شايف أن الوضع بيتغير دلوقتي؟ لا، ما هو ده جزء من المشكلة، أن احنا باستثناء قطاع الكهرباء اللي بوزل فيه مجهود من أجل تحسينه، لكن شركات القطاع العام لغاية النهاردة مهملة ومتروكة لمصيرها، بل بالعكس برنامج الخصخصة هيكملوا فيه، والنهاردة في كلام حوالين شركات بترول هيتم طرحها للبيع. طرح زيادة رأس المال. لا هي شكل من أشكال الخصخصة. زيادة رأس المال حاجة تانية. معلش، ما دي مدخل للخصخصة جزئية تتحول إلى خصخصة كلية. نفس الشيء بعض البنوك زي بنك القاهرة. فعايز أقول إنه جزء كبير من الاقتراض والأموال اللي إحنا بنتحصر عليها، هذا النظام والحكومة حصلت خلال 5 سنين على 128 مليار جنيه. منح لا ترد، يعني حوالي 20 أو أكثر من 22 مليار دولار منح لا ترد. هذه الأموال جزء كبير منها راح في مناطق صرف غير تنموية على الإطلاق، وما فيش اهتمام بقطاعات الإنتاج وبصفة خاصة. بالنسبة على الرقم دكتور، أولا من 75 ل 2011 يعني 40 سنة. نعم. 41 سنة رصفنا 25 ألف كيلو طرق. نعم. في 3 سنين بنرصف، أو الخطة أنه في 4 سنين بنرصف 5000 كيلو طرق. معنى كده انت قلت 2400 اللي انجزوه فعلا، اللي انجز فعلا 2400، لكن الخطه 5000. طيب. بالتالي 5000 كيلو في 4 سنين ولا 3 سنين. ده رقم مهم جدا ويغير من شكل البنيه الاساسيه، كفاءه البنيه الاساسيه لمصر، وخصوصا واحنا محتاجين بعد التعداد السكاني. شفنا عوار جريمه التوزيع الديموغرافي للمصريين، وشفنا حاجه ثانيه متكدسين فيه. وشفنا استاذ ايهاب، شفنا حاجه خطيره. اكمل الفكره، هقول لك وكمل. طب اتفضل. شفنا عندنا 12 مليون شقه مغلقه وخاليه. بالظبط. ده معناه انه فوضى السوق. لا يا ثابت، مش فوضى السوق، جزء من موارد الدوله. عارف الحاجه دول كان فوضى السوق 600 مليار جنيه مجمده، مش فوضى 600 مليار جنيه. اكمل الفكره بقى. طب اتفضل. يلا، الرقم ده من العقارات، حضرتك لو بصيت للعقارات تشوفها فوضى، بس انا مش شايفه عقارات، انا شايفه مخزن قيمه، وده عوار في السلوك الاجتماعي للمصريين. زي ما بيخزن في ذهب، يخزن في راح يخزن في اصول عقيمه. ما ثانيه واحده بس، اصول عقيمه. الشقه ما والعقار لا يولد ولا المصنع يطلع، المزرعه تطلع، التجاره تطلع. لكن فبالتالي سلوك المصريين نفسه كان متاثر سريعا في سلوك راس الدوله. طيب. الماضي انها تجنح الى الربح الريعي، العائد الريعي. طيب. فكان في عوار في ده صحيح متاح لي 30 ثانيه سريعا. طيب. في 30 ثانيه، احنا بنعاني وما كنا وما زلنا من فوضى مفهوم البقرة المقدسة اللي اسمه اقتصاد السوق وآليات العرض والطلب. وبالتالي هناك جزء من مواردنا نقوم بتشغيله بطريقة غير كفء اقتصاديا، بالإضافة إلى علاقات الفساد ما زالت قائمة، وبالتالي بتستنزف جزء من الثروة. أنا هديكي مثل زي قطاع البترول والثروة المعدنية. قطاع نهيبة، وبالتالي احنا فقدنا في 10 سنين بس، من 2002 ل 2012 50 مليار دولار بسبب تعاقدات فاسده من خمس. كان نفسي اكمل مع حضرتك بس لازم نطلع الموجز. استاذ عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي، شكرا ليك. استاذ ايهاب سمره رئيس اللجنه الاقتصاديه بحزب المواطنين الاحرار، انا اسفه بس الوقت خلص. مشاهدينا فاصل، وبعد الموجز هنتابع بعده دلالات ومآلات الارقام التي ظهرت في التعداد السكاني الاخير من خلال الحوار الذي اجريناه مع الوزير ابو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء. أهلا بكم مرة تانية. شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذا الأسبوع احتفال إعلان نتائج التعداد السكاني الأخير والذي يتم كل 10 سنوات. التعداد هذا العام أظهر أن عدد السكان في مصر بلغ 104 ملايين نسمة، في 69% من السكان هم من الشباب. حول آليات التعداد السكاني وأبرز دلالات الأرقام الصادرة منه، أجرى مراسل البرنامج محمد عبد العال الحوار التالي مع الوزير أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. نتابع.
في ضوء النتائج النهائية للتعداد العام والتي أعلن فيها أن عدد سكان مصر تجاوز 104 ملايين نسمة، لتحتل مصر بذلك المركز 13 عالميا بين دول العالم من حيث عدد السكان. للمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر معنا الآن الوزير أبو بكر الجندي، وهو رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. بداية أهلا بك. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. في البداية، تعداد 2017 هو الرابع عشر في تاريخ مصر، ما طبيعة الآلية الجديدة التي تم اتباعها من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في هذا التعداد الأخير؟ وفعلا أنت التعداد الرابع عشر والتعداد الأول إلكترونيا. التعدادات السابقة كلها سلسلة التعدادات اللي بدأت من القرن 19 والقرن 20 وفي ثالث قرن تعدادات هذا الجهاز، ومصر كانت سباقة في تنفيذ التعدادات السكانية وإجراء التعدادات السكانية قبل دول كثيرة في غرب أوروبا. التعداد ده متميز عن باقي التعدادات الأخرى إنه أول تعداد إلكتروني. يعني إيه تعداد إلكتروني؟ يعني لم تستخدم فيه ورقة واحدة. التعدادات السابقة كنا نستخدم فيها عشرات الأطنان من الأوراق اللي تطبع كاستمارات تملأ بواسطة المستخدمين أو المستجيب للبيانات، أيضا نماذج توزع على كل المحافظات بعربيات وتودي النماذج وتودي السجلات ونلم بعد كده السجلات ونلم النماذج وتتراجع مكتبيا كل استمارة وكل نموذج، ثم إدخال البيانات اللي فيها يدويا، ثم مراجعة ومعالجة البيانات، ثم إعلان النتائج. احنا يوم 30/9 واحنا بنعلن النتائج تعداد 2017، ده كان بعد شهرين فقط من انتهاء الأعمال الميدانية في 31/7. المقارن بآخر تعداد هذا الموعد كان بعد 18 شهر من انتهاء الأعمال الميدانية. يعني استخدام الآليات الإلكترونية في هذا التعداد اختزلت مدة 18 شهر إلى شهرين، ودي الإنجاز الأكبر المحقق في هذا التعداد. اللي بيميز التعداد الشمول، مفيش متر في جمهورية مصر العربية لم تطأوا أرض بحث، مفيش مبنى ما دخلهوش بحث، من اسكندرية لأسوان ومن السلوم لرفح. فكل الجمهورية أول حاجة شمول، كل الشمول، وأيضا سكان ومباني ومنشآت. سكان ومباني ومنشآت. نعم، في هذه النقطة، هل هذا يعني من كل هذه الآليات التي تم اتباعها من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هل هي للرد على الذين يشككون في دقة هذه البيانات؟ البعض يتحدث ويقول إن هذه البيانات ليست دقيقة بالشكل الكافي أو الوصول إلى كل ربع جمهورية مصر العربية، ما هو الرد على هذا الأمر؟ أنا قلت لحضرتك أهو إن ما فيش مبنى مشيد على وجه مساحة جمهورية مصر العربية اللي هو موجود في قواعد البيانات، وصدر له رقم قومي للمبنى وللوحدة داخل المبنى. تمام. على ذكر الوحدات السكنية، الآن أعلن بأن هناك 10 ملايين وحدة سكنية مغلقة، هل هذه الوحدات هل هي حكومية أم أنها ملك المواطنين أم ماذا تحديدا؟ هي كلها في القطاع الخاص. هي كلها وحدات سكنية نمرة واحد، وحدات يعني داخل مباني. المباني دي إما مكتملة ومنتهية وليس لها حائز، إما مكتمل إما تحت التشييد. تمام. أذهب إلى نقطة أخرى، هناك مولود كل 14 ثانية وزيادة تصل إلى 2.5 مليون نسمة خلال 6 أشهر، هل هذا يعكس فشل السياسات السكانية في مصر في معالجة هذه المشكلة برأيك؟ البيان خاطئ تماما. احنا في السنة بس، في السنة مش في 6 أشهر، آخر سنة اللي هي سنة 2016 زدنا 2.1 مليون في عام كامل، وليس 2.5 مليون في 6 شهور. فإحنا عندنا والتعداد بيلقط السكان في لحظة التعداد. اليوم المرجعي بتاعنا اللي احنا بنسميه ليلة العد، لازم التعداد يتحدث عن لحظة، انه بنعبر عن لان كل يوم في مواليد وكل يوم في وفيات. فانا باخد السكان يوم 18/4/2017 اللي هو اول يوم عد للسكان
في مرحلة السكان كانت يوم 18/4، وإن امتد العمل لمدة 3 أسابيع لكن بتبقى دايما مرجعيتنا هي 18/4. طيب الموضوع بتاع زيادة المواليد أو والكلام ده بيطلع من حاجات أخرى، هي إحصائية المواليد والوفيات السنوية اللي احنا بنجريها ونعلنها كل سنة، عندنا إحصائية دقيقة للمواليد وإحصائية دقيقة للوفيات، فرق بينهم هي الزيادة الطبيعية اللي قلت لحضرتك عليهم في 2016 آخر سنة مقفولة هم 2,100,000. طب مولود كل 14 ثانية هل هذا مش يعني من التعداد خالص؟ ليس من التعداد، ملوش علاقة بالتعداد. طب ما رأيك في الآن الإجراءات الحكومية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية؟ يعني أنا رأيي إن احنا نتكلم عن التعداد اللي هو بيتعمل مرة كل 10 سنين، وكنا عاملين الحفلة بتاعته. التعداد على التعداد يظهر سيادة الوزير المشكلة السكانية، وفي النهاية احنا دايما وانت لو متابع الجهاز ومتابعيني شخصيا أكتر واحد صوته عالي في موضوع المشكلة السكانية. تمام. لأن ده أكبر تحدي بيواجه هذا المجتمع، أكبر من قضية الإرهاب، أكبر من قضية التباطؤ الاقتصادي، أكبر من قضية الأسعار وارتفاع الأسعار. وخطورة هذه القضية إن أنت عندك مرض وأنت مش حاسس إن عندك هذا المرض، الناس مش حاسة بخطورة المشكلة. تمام. الناس حاسة بمشكلة ارتفاع الأسعار لكن ما هماش حاسين بأن خطورة النمو السكاني اللي 2.25% في السنة، اللي هم 2,000,000 وشوية فرق مواليد عن وفيات كل سنة، ده يعني إيه؟ ده يعني أن أي ثمار للتنمية بتحصل لا يمكن هنحس بيها. تمام. وإحنا بنزيد عندنا 2,000,000 كل سنة. عدد الأميين في مصر بلغ 18.4%، وفي التعداد السابق كان لو المعلومة يعني موجودة بشكل دقيق معنا الآن كانت تبلغ نحو 25%. البعض يرى بأن السياسات المتبعة في هذا المجال تسير بمعدلات ليست بالجيدة، ما رأيك؟ الحقيقة البيانات بتقول غير كده. البيانات بتقول التعداد اللي فات كنا 29% بطالة، كانوا 17,000,000 أمي، كنا 29% من الأميين وعددهم 17,000,000. احنا في التعداد ده عددنا 18,000,000 أمي والنسبة 25% من إجمالي السكان اللي في الداخل اللي هم 94,000,000 و8 من عشر. ولو جينا نصنفهم من حيث السن هنلاقي ال 25 دي تنخفض إلى 13% في الفئة حتى 34 سنة. يعني حتى 34 سنة، وده شيء إيجابي إن عندك الفرق بين 13 و25 هم الناس اللي أكبر سنا، اللي هم يعني بنقول إن هم جهود، يعني الجهود اللي هتبذل علشان تمحي أميتهم أحسن منها إنك تركز في الفئة اللي هي أقل من 35 سنة وتقفل على التسرب من الإيه؟ من التعليم. بالنسبة لحالات الزواج المبكر للإناث، ذكرتم بأن الإناث الأقل من 18 سنة هناك نحو 40% حالة زواج مبكر، يعني نسبة ليست بالقليلة. لا الحقيقة ما مدى خطورة هذا الموضوع غير كده؟ الإناث أقل من 18 سنة هم 40% من الإناث. تمام. الإناث في مصر كل الإناث اللي أقل من 18 سنة 40%. 99.4% منهم لم يتزوجوا. 99.4% لم يتزوجوا. اللي تزوجنا هم 6% من ال 40% اللي هم أقل من 18 سنة. ودول عددهم 118,000. 118,000 أقل من السن القانونية ومتزوجات أو لهم حالة زوجية بين متزوجة فعلا أو مطلقة أو مأرملة أو مكتوب كتابها بس. الحالات بتاعت الأرامل والمطلقات، الأرامل حوالي 1,100 واحدة من 118,000، والمطلقات 1,200. هذه النسبة تعتبر كبيرة أم صغيرة؟ لا هي نسبة مفروض ما تبقاش موجودة أصلا، لأن في قانون في قانون أن دول ممنوع يتجوزوا. تمام. لكن التعداد رصدهم. تمام. أذهب إلى نقطة يعني ذكرتم بأن المجتمع المصري هو مجتمع شاب، وهناك زيادة في أعداد الشباب بالنسبة للأرقام التي قمتم بإصدارها في هذا الشأن، كيف تربطون بينها وبين نسب البطالة، وكيف تستفيد مصر من أمر كهذا برأيك؟
الحقيقة احنا التركيب العمري في مجتمعنا تحسدنا عليه كثير من الأمم، ان احنا عندنا الهرم السكاني بتاعنا قاعدته عريضة جدا، معناها ان الشباب فيه بيشغلوا مساحة كبيرة جدا. احنا عندنا الشباب اللي هم من حتى 34 سنة المتعارف عليه، تعريف الشباب في اكتر من منظمة دولية او اكتر من منطقة للعالم مختلف شوية. احنا بنعتمد على التعريف اللي بيقول الشباب من 15 الى 24 سنة، دول عندنا حوالي 23% من السكان، يعني كل 5 تقريبا فيهم واحد في هذا العمر. وبعدين احنا في منطقتنا العربية بقى عشان عندنا خصوصية شوية في انخفاض المستوى الاقتصادي لمعظم المنطقة وتأخر سن او تكوين الأسر، فبنفتح الفئة دي حتى 34 سنة مش 24 سنة، بنعتبر الشباب من 15 ل 34. دول بقى عددهم قد ايه؟ 32% من السكان، ودول يعني من كل 3 في واحد في الفئة العمرية دي. ده شيء تحسدنا عليه أمم كثيرة جدا، ان احنا عندنا 1/3 السكان شباب جاهزين للعمل وجاهزين للإنتاج وجاهزين وجاهزين وجاهزين. المهم يكون عندك الموارد اللي تقدر تصرفها علشان تخليهم متعلمين. ما هي هذه النقطة، ما مدى تأثير هذه الأرقام يعني الخاصة حتى يعني هو الشباب مربوط بهم التعليم بإضافة لنقطة البطالة، ما مدى تأثير هذا على سوق العمل، خاصة وأن نسب البطالة طبقا للأرقام الرسمية الصادرة تبلغ نحو 12%؟ فعلا نسبة البطالة 12% من قوة العمل اللي هم الناس من 15 الى 64 سنة. ودول فيهم جواهم جوا الفئة دي فئات كثيرة مستثناة، زي مثلا 21 مليون تلميذ وطالب في التعليم مقابلة والجامعي ايضا. فدول قوة العمل عندنا حول 29 مليون. تمام. المتعطلين فيهم 3.6 مليون. طيب انا لدي سؤال اخير وارجو اجابة سريعة، هل هناك ارقام لعدد الاقباط في مصر ولماذا لم يصدر فيها التعداد الأخير؟ هو مش بس التعداد الأخير اللي ما صدرتش فيه، التعداد اللي قبله كمان ما ظهرتش، والتعداد اللي قبل اللي قبله كمان ما ظهرتش. وآخر خصائص للمصريين طبقا للديانة صدرت عن هذا الجهاز في تعداد 1986. في تعداد 96 ليه ما ظهرتش بيانات عن خصائص المصريين طبقا للديانة؟ ما بنقولش الأقباط، احنا بنقول لم تصدر، ولا كمان مسلمين. تمام. لم تصدر خصائص عن المصريين طبقا للديانة. ليه؟ لأن اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة أوصت كل أجهزة الإحصاء في العالم أن سؤال الديانة في استمارة التعداد يكون اختياريا، لك أن تجاوب ولك ألا تجاوب. وإحنا عندنا في الاستمارة كانت بند الديانة ده في مسلم، مسيحي، يهودي، أخرى غير مبين. ده اللي استخدم حقه وقال أنا مش عايز أقول ديانتي، خدت بال حضرتك؟ طبقا استخدم حقه. فعندنا ناس استخدموا حقهم ولم يعلنوا عن ديانته، خدت بال حضرتك؟ فإذا إحنا من هنا ما نقدرش نيجي نقول إن دول المسلمين قد كده والمسيحيين قد كده واللي ما قبلوش رغبة قد كده، يبقى تحصل فينا ايه؟ ما عندناش رقم ومخبيينه. احنا عندنا ناس استخدمت حقهم وما قالوش ديانتهم، وده اللي بيخلينا ما نصدرش البيانات اللي تم تجمعها عن هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك الوزير ابو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شكرا جزيلا. اشكر حضرتك. مشاهدينا فاصل قصير وهنتابع بعده حملة إلكترونية لدعم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح. دشن عدد من النشطاء على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حملة إلكترونية لدعم والتذكير بقضايا الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والذي يقضي عقوبة السجن في عدة قضايا تتعلق بالتظاهر وإهانة القضاء. القضايا اللي بيتحكم بسببها علاء عبد الفتاح تشهد هذه الأيام تطورات كبيرة قد تغير من الأحكام القضائية التي يواجهها. الحملة لقت أيضا صدى كبير على مواقع التواصل الاجتماعي،
وأعلنت منظمة العفو الدولية دعمها لتلك الحملة. نتابع التقرير. يزيد 25 ولا لا؟ حاسين بالتغيير؟ حاسين بالتغيير؟ طب احنا نزلنا يوم 25 ليه؟ ليش؟ اهلا بكم من جديد مشاهدينا. معنا في الاستوديو دكتوره ليلى سويف والده الناشط السياسي علي عبد الفتاح منورانا. دكتور اهلا بحضرتك. اهلا. ليه 25 يوم؟ احنا لما ابتدينا الحمله دي النهارده اليوم ال 12 كان فاضل 25 يوم على جلسه النقض بتاعت علي. اللي هي يعني جلسه النقض في قضيه الشورى اللي هو فعلا بيقضي فيها عقوبه. دي يوم 19 اكتوبر. طبعا علاء بقاله 3 سنين يعني الحكم 5 سنين قضى منهم 3 سنين ونص. فيعني اوريدي جلسه النقض دي متاخره جدا. ويعني كان المفروض تبقى قبل كده بكتير الحقيقه، بس يعني المهم هو ده الوضع اللي احنا فيه. فاحنا يعني وكان جاي قبلها بقى يوم 30 كانت مفروض القضيه الثانيه اللي هو متهم فيها اللي هي اهانه القضاء محجوزه للحكم. وكانت برضو متاجله من مايو. فكنا متصورين الحكم هيصدر بقى خلاص في 30 سبتمبر. فيعني فعملنا بقى يعني الحمله دي. حضرتك بتقول النهارده يوم ال 12؟ النهارده اليوم الحقيقه بقى احنا كده بما اننا عدينا نص الليل بقينا 13. طيب شايفه التجاوب ازاي جوه مصر وبره مصر؟ اولا على الفيسبوك في تجاوب كبير قوي. يعني على وسائل التواصل الاجتماعي عموما في تجاوب كبير قوي. ناس كتير بتكتب حاجات عن علاء، بتتضامن، بتغير البروفايل بيكتشر وتحط البيكتشر اللي عليها علاء، او احنا بقالنا كام يوم حاطين علاء ودوما لانه احمد دوما النقد بتاعه يوم الخميس الجاي. واحمد دوما طبعا وضعه اصعب من وضع علاء كمان لانه محكوم عليه بتأبيده. دوما المدى الزمني بتاع احكامه سنين اطول بكتير، واخد مؤبد. محكوم عليه بمؤبد. بس ف ده حاجه. كمان كان في يعني طبعا دي وقفات صغيره لكنها وقفات. جالنا صور لوقفه في ساو باولو، جالنا صور لتضامن من برلين، اظن كمان في كمان حته بس. طيب.
وان شاء الله النهارده المفروض يبقى في باريس ولندن وقفات برضه. طب ومتوقع ان انتوا تقريبا كده في نص الوقت بتاع الحمله، متوقع تجاوب اكتر؟ متوقع يعني طبعا هو كل ما الحمله بتستمر كل ما التجاوب فعلا بيزيد، الاهتمام بقى المنظمات اللي زي امنستي طلعت تقرير، هيومن رايتس ووتش طلعت تقرير، طبعا منظمات المصري من زمان يعني. فكل ده احنا يعني بالنسبه لكم للتعريف يعني الهدف بالاساس من انه التعريف بملابسات القضية والحكم، ولا الأمل في التخفيف؟ يعني إيه الهدف بالأساس؟ والله بصي أنا 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 من عندي يعني أنا على المستوى الشخصي، إنك أم علاء، يعني أنا على المستوى لا يعني، وإن كمان ليا اهتمام بالسياسة وبالعمل العام، أنا ما بقتش بحط أمل كبير على السلطات، لكن أنا بحب دايما إنه يبقى الناس عارفة اللي بيجرى، يعني أنا أملي دايما في الناس، والناس هنا اقصد بهم المصريين واللي بره واللي جوه وكل حد. يعني لازم الناس تبقى عارفه القضاء شغال ازاي، السلطه شغاله ازاي. بس انا بيهمني، والحمله اللي زي دي بتعمل تركيز، فبتخلي الناس تهتم وتعرف فعلا. يعني انا يهمني الناس تعرف انه قضيه اهانه القضاء دي اولا هي محجوزه للحكم من مايو اللي فات، كانت محجوزه في 30 سبتمبر اتاجلت تاني ل 30 ديسمبر. ده طبعا وضع مش طبيعي، هو صحيح مش فارق مع علاء كتير لانه علاء محبوس في قضيه تانيه، لكن هو مثلا فارق جدا جدا مع حد زي المستشار الخضيري الراجل عيان. بقيه المتهمين في القضيه يعني لا بقيه المتهمين اصل هو المستشار الخضيري بالذات ده احد ليه؟ لانه بقيه المتهمين كلهم يا يعني اما مفرج عنهم يا اما واخدين احكام على قضايا ثانيه، يا اما احكام على قضايا ثانيه او بالظبط. انما المستشار الخضيري محبوس احتياطي على القضيه دي، ومريض وراجل كبير في السن ومريض، صحيح هو محتجز في القصر العيني، بس هو محتجز في القصر العيني في عنبر السجناء انفرادي، فمتبهدل وتأجل اهو 3 اشهر مثلا يعني، فاهم قصدي؟ دي حاجات لازم الناس تعرفها. نقض علاء يعني ليه يعني، وطبعا نقض علاء ده مش علاء، ده كل الناس كده يعني. ليه الواحد يبقى الحكم بتاعه 5 سنين فنقضه ما يتنزلش غير بعد 3.5 سنين من قضاء العقوبه؟ ليه يبقى كان بقيت الناس في القضيه كان نقضهم يناير اللي فات وعلاء نقضه يترحل لاكتوبر؟ نورتينا الدكتوره ليلى سويف والده النشط السياسي على عبد الفتاح، شكرا ليكي نورتينا يا فندم. مشاهدينا بكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، شكرا لكل من تابعنا والى اللقاء.